السلام عليكم. وعليكم السلام، ده باش مصطفى. الحمد لله. لدي أعمال تدري الملايين من الدولارات شهريا يا شيخ مصطفى، ويوجد أمامي فرص أخرى للتوسع، هل يجوز ذلك ولا يكون طمع؟ يعني معك أعمال تدر عليك ملايين من الدولارات شهريا. تمام، الله يبارك لك ووسع عليك. أنا شغال في مجال التكنولوجيا. أيا كان بقى، خلاص ما عاوز نفسك كده اليوم عدة مرات قبل، يعني قبل ما تنام. لكن أذكرك بشيء، أذكرك بأن تؤدي حق الله في هذا المال أولا، من ناحية الشكر ومن ناحية البذل والعطاء في الخير. ثانيا، يجوز الاستكثار من المال إذا كان حلالا، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أيوب، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه في حجره، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال الشراح الاستكثار من المال الحلال لا بأس به إذا كان حلالا، والرسول يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. أنا أخشى الفتنة يا شيخ مصطفى من هذا المال. والله أنا أنصحك، بينك سبيل النجاة، أنفق في الخير، أنشئ مساجد، أنفق على أرامل وأيتام ومساكين، أدعم جمعيات خيرية أهلها أهل صلاح وفضل، انفق في ابواب الخير متعدده.